بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسادة المرسلين. ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير. معكم زهراء أسامة. في الفيديو ده إن شاء الله هتكلم عن محاضرتين رقم 5 و6 بعنوان سيمبتوماتولوجي إن سايكاتري. مبدئيا هو احنا عارفين إن قبل كده خدنا محاضرات بسيطة عن السايكولوجي أو علم النفس، اللي هو ازاي الإنسان بيفكر، ازاي بيتعلم، حاجات كلها بسيطة عشان نعرف الحاجات النورمال. بعد كده هندخل في السايكاتري بقى، اللي هو علم الأمراض النفسية. قبل ما ندخله طبيعي مش هندخل يعني نمسك كل مرض ونبدأ نعرف ايه السيمتوم اللي بتظهر، طب ازاي نعالج، طب ازاي نشخص، الكلام ده كله مش هينفع ندخل عليه من قبل ما يكون عندنا بيزك كويسة، أو عندنا على الأقل المصطلحات يعني بتاعة الأمراض النفسية، السيمتوم بتاعتها فاهمين معناها ايه. فهي دي لازمة المحاضرتين دول. عشان كده ما تتضايقوش لو هيقابلنا كام مصطلح يعتبروا كتير شوية، يعتبر جديد علينا، لكن بالتكرار يعني وان احنا نفهم معناهم ايه هيثبتوا معانا ويسهلوا علينا بعد كده ان شاء الله. فعشان كده المحاضرة مهمة، ما ينفعش نعملها سكيب خالص. حابين نتفق على كام حاجة برضه قبل ما ابدأ في المحاضرة نفسها عشان نطلع منها مبسوطين، اللي هو يعني انا هشرح 4 اجزاء من العناوين الموجودة قدامنا دي في الفيديو ده. فالمفروض بعد كل جزء هخلصه هروح يعني نكرره كمان مرة على مايند ماب كانت تيم زيتون عاملينه. بعد كده المفروض توقف الفيديو وتكرر الكلام ده مع نفسك او مع الورق، او طول ما انا اصلا بشرح المفروض الكلمات الغريبة دي نفسر معناها بالعربي كمان، بحيث لما ما اجيش في نص المحاضرة انا مش فاكر دي معناها ايه فارجع تاني افتح الفيديو والحوارات دي كلها. لا، انا هسمع الفيديو مرة واحدة والكلام يثبت معايا ان شاء الله. فمتستخسروش ان انتوا تكتبوا، متخيلوش انا كتبت قد ايه اصلا عشان يعني الكلام ده يثبت معايا انا. فعشان كده خليهم الورق والقلم معاكم، حتى لو لسه مصورتوش الورق هم تكتبوه في نوت في اي حاجة عشان ما ترجعوش للفيديو كمان مرة. هناخد السيمتوم اللي بتحصل لما بيحصل disturbance في consciousness، يعني لما بتحصل مشاكل او اضطرابات في الوعي نعرف السيمتوم اللي بتحصل فيها بتبقى اسمها ايه، وهنعرف الايموشنز او اللي هي المشاعر. بعد كده هنعرف اللي هي disturbance في thinking او التفسير، بس ده في الفيديو لوحده. وبعدين هنعرف disturbance of perception، يعني المشاكل او الاضطرابات اللي بتحصل في الادراك. بعد كده اللي بتحصل في الذاكرة او memory، يعني نعرف برضو symptom او الامراض اللي ممكن تحصل فيها. هنبدأ بأول حاجة هنا اللي هي disturbance of consciousness، قلنا اللي هي عبارة عن اضطرابات بتحصل في الوعي. عندنا 4 مصطلحات، يعني انا بشوف 4 حالات او 4 اشخاص مختلفين عندهم اعراض معينة، على اساسها انا هشخصه او هقول عليه مصطلح كذا. يعني مثلا لو لقيت شخص عنده disorientation، يعني مش عنده awareness، او اللي هو يعني غير واعي كفاية لدرجة ان هو مش حاسس بالوقت ولا بالمكان ولا بالاشخاص، يعني حد مثلا لسه فايق من عملية او حاجة فانا بكلمه هو مش عارف هو موجود فين، مش عارف الوقت امتى، ده الصبح ولا بالليل، او مش عارف كمان الاشخاص اللي حواليه دي مين. فعشان كده بسمي الشخص ده عنده disorientation، تمام، عنده غير وعي كافي بالمكان اللي حواليه بالاشخاص وبالوقت. طيب تاني مصطلح عندنا حاجة اسمها ستوبر، او الاس دي يعني هو بدأ كلمة ستوبر بالاس، فانا دايما بفتكرها بانه شخص ناقص، ناقص اخرها صاد والاس فماشيين مع بعض يعني. فالشخص الناقص ده او ستوبر ده ناقص من ناحية ايه بالظبط؟ عنده نقص في رد الفعل. يعني مثلا لو انا جيت شكيته في دبوس، فالمفروض ان هو بيتألم فبيدي رد فعل، اللي هو بيسحب ايده مثلا او بيتوجع بيدي رد فعل. لا، الشخص الستوبر ده بقى لو انا شكيته هو بيدي رد فعل بس بطيء شوية او قليل شوية عن المعتاد، يبقى عنده نقص في الاكتيفيتي للستيمولاي. يعني بيحصل ريسبونس وكل حاجة، لكن الريسبونس بتاعه ده بيبقى نقص، وزي ما بيقول هو بيبقى نقص في الاكتيفيتي، وكمان للزان يعني اقل من الشخص اللي بيبقى في الفول اويرنس او اللي هو شخص واعي كفايه. الاثنين مع بعض لا، ده بيبقى اقل منه شويه في درجه الاستجابه، تمام. يبقى ستوبر يعني شخص ناقص. طيب بعد كده ديليريوم. ديليريوم ده بيبقى شخص ريستلس، يعني تحسه ان هو مش مرتاح، عنده ارتباك، ديس اورينتد برضه، مش حاسس بالمكان والكلام ده. بالاضافه عليه بنحس ان هو عنده هلوسينيشن، هلوسه، وامبيرد اتنشن، اللي هو مش قادر يركز ولا ينتبه يعني اللي حواليه. لما نيجي نبص على الاسم كده نلاقي اللي هو دي و ار و ام، فدايما نربطها بكلمة دريم، حلم، تحسوا ان الشخص ده اصلا بيحلم، اللي هو مش معانا. عارفين لما نيجي نفوق حد وهو نايم
وتلاقي اللي هو نص نايم ونص بيتكلم، فبيبقى مش قادر، تحس ان هو محلوس، فهي بنفتكرها من كده. شخص ديليريوم يعني نقول اللي هو لسه بيحلم، عنده هلوسة مش قادر يركز، هو ده الشخص الدليري. اخر حاجة خالص او اعلى مراحل من الانكونشسنس، حد ده مش معانا خالص، ده في كوما بقى، اللي هو شخص في غيبوبة. يبقى الكوما معناها ايه؟ انه بروفاوند ديجري، يعني اعلى مراحل من اللاوعي، هو ده كده شخص في كوما او اللي هي غيبوبة يعني. ده كده كل محتاجين نعرفه في الجزء بتاع disturbance of consciousness. قلنا ان هما 4 مصطلحات، وقلنا التسكين بتاعت كل واحدة ماشية ازاي ومعنى كل حاجة. هيدخل في حتة بعد كده بيتكلم عن، هي تعتبر حاجة متكررة من المحاضرة اللي فاتت، اللي هي الايموشنز بتتكون من ايه. مبدئيا كده كان في قصة بتمشي ترتيبها ازاي عشان اعرف ان حصل ايموشن. اول حاجة يعني انا بحس باحساس معين، بحس بفيلينج معين، بعد كده ببدأ ان انا يعني افهمه، او ان انا يعني ابدأ استوعب ان انا فعلا حاسة الاحساس ده ولا حاجة تانية، وعلى اساس الاحساس ده انا بتصرف او بدي رد فعل. زي ما احنا شايفين كده، هو ده الترتيب بتاعه. يعني في اكسبيرينس وفي اكسبريشن. اكسبيرينس ده حاجه دفينه جوايا، ان انا حسيت بشعور معين، وبعد كده لما بدات اتصرف او ادي رد فعل بتبقى معناها الاكسبريشن. يبقى الايموشن عموما بتتكون من حاجتين، اكسبيرينس ده شعور داخلي، رد فعل اللي هو اكسبريشن. طيب المكونات بتاع الاكسبيرينس والاكسبريشن دي عامله ازاي؟ احنا عارفين ان الترتيب بيبقى A B C، لكن احنا هنمشيه عكس شوية، A وبعدين C وبعدين B. طيب نتكلم شوية الأول عن الـ experience. أول حاجة affective و cognitive. قلنا ان احنا أول حاجة بنحس بشعور معين، اللي هو زي ما بيفسره بيحس، بيقول ان الـ affective ده ان انا حسيت بفيلينج، زي ان انا بقيت خايفة، بقيت حسيت بأنجري، بقيت غضبانة، بحس ان انا مكتئبة، احس ان انا مبسوطة. الكلام ده كله مجرد احساس، الجزء اللي انا بسميه affective component. كلمة affect اصلا هنعرف بعد كده اللي هو معناه شعور لحظي، او الشكل اللي باين على الفاشل expression من بره يعني. طيب بعد كده cognitive component، ان انا بقيت افهم شوية، بقى عندي معرفة او ادراك كامل بالفيلينج اللي انا حسيت بيه ده، بدأ يحصل تداخل بين المشاعر وافكاري اللي حصل interpretation. بعد كده recognition، ان انا بقيت عندي ادراك لنوعية الاحساس او الشعور اللي انا حسيته ده. ده كله اكسبيرينس، ده كله اكسبيرينس يعني حاجه جوايا لسه. على اساس الاثنين دول ببدا اتصرف او ادي رد فعل، اللي هو اكسبريشن بقى، بيبقى برضو عن طريق حاجتين، بادلي يعني حاجه جسمانيه، او بيهيفيرال يعني حاجه سلوك. البادلي مبدئيا حاجه بقى اللي هو الاوتونوميك يشتغل او يحصل نيورو ماسكولار ريسبونس. البيهيفير اللي انا مثلا افتكرت حاجه كويسه، او حصل لي موقف حلو فانا ببتسم، حصل حاجه لا وحشه فانا بعيط او بجري او بصرخ، اي حاجه من الحاجات دي اللي هو تغير في الفاشل اكسبريشن. هقول كمان قصه كده كان دكتور محمد قالها في الجزء ده، انه مثلا انا موجوده في مكان ولقيت ان هو فيه كلب، فمبدئيا انا هخاف يعني، هحس بشعور الخوف. بعد كده لا، انا لقيته بصلي وبدا يقوم، فكده ان انا هفهم ان انا فعلا بقيت موجودة في خطر، يعني انا هفهم الاحساس اللي انا فيه، هيبدأ يحصل تداخل بين مشاعري وافكاري، فكده هفهم اوصل لمرحلة الكوجنيتيف. بعد كده هبدأ اعبر، ان انا مثلا السمباثيتك نيرفس سيستم هيبدأ يشتغل، ان انا هبدأ ان انا احاول ازاي هجري من المكان، ممكن اصرخ عشان حد يلحقني كده. فهي ده طريقة الترتيب بتاعت الايموشن. جميل جميل ان شاء الله. طيب بعد كده بيتكلم بقى عن الايموشن. قبل ما ابدا فيها حابين نقرا بس من بتاع المايند ماب دي، نعرف بتاعه الديستربنس اوف كونشسنس. قلنا اللي هم 4 امثله بس مش اكتر. اول حاجه ديس اورينتيشن، ان الشخص ده بيبقى غير واعي كفايه، ولا بالتايم ولا بليس ولا بيرسون. ستوبر بحرف الاس، قلنا ان هو شخص ناقص، فبيبقى عنده نقص في الاستجابه لاي ستيمولاي. دريليم ده شخص بيحلم، فبيبقى مهلوس، عنده ريستلس كده. كوما اللي هو شخص عنده بروفاوند ديجري من الكونشسنس، من الانكونشسنس يعني شخص في اعلى مراحل من اللاوعي، هو شخص في غيبه. ده كده بالنسبه لاول عنوان اللي هو disturbance of consciousness. هندخل بعد كده في disturbance of emotion، لكن اتكلمنا قبلها عن ايه؟ حاجات بسيطه اللي هو نعرف الايموشن ده اصلا الترتيب بتاعه بتحصل ازاي. جميل، نبدا بقى في الايموشنز نفسها معناها ايه. بص، هو اول حاجه في قلنا اللي هو في افكت وفي مود. في قصة كده بتقول انه مثلا شخص، في حد
بابا مثلا متوفى بقاله 2 أو 3 أو حاجة. أنا فاكرة في وقت الوفاة ده كان منهار وكان بيعيط ومش قادر اللي هو يكلم حد أو كده، لكن أنا لما جيت قابلته بعدها ب2 أو 3، لأ ده مبسوط وبيضحك ورجع تاني زي الأول، ورجع لشغله مثلا أو لدراسته أو الكلام ده كله، الدنيا بتمشي عادي. فبقى ظاهريا باين عليه من الاكسترنال فيلينج ان هو كويس ومبسوط، يعني ده الافكت بالنسبه لي اللي انا شايفاه. لكن انا لما جيت اكلمه قال لا، اللي هو لسه متضايق ومش قادر يتخطى وفاة باباه، وان هو الموضوع يعتبر موقف حياته. لكن ده شعور داخلي هو بس اللي حاسس بيه، ده المود بتاعه اصلا بقاله 2 شهر دول ومش قادر يتخطاه. تمام، ده الفرق الجوهري ما بين الافكت والمود. الافكت ده الحاجه اللي بتبقى ظاهر للناس اكسترنال فاشل اكسبريشن، لكن المود ده اللي هو الشخص حاسس بيه من جواه، وهو ده بيستمر لفترة طويلة. لكن الأفكت ده مجرد بس اللي هو يعني ظاهر قدام الناس، مجرد ما يرجع البيت أو يبقى لوحده يبدأ يرجع للمود بقى، واللي هو الشعور اللي جواه بيضغط على الخارجي كمان. نيجي نقرأ تفسير كل واحدة، هو بيقول إن الأفكت ده بيبقى observable emotional expression، ده الحاجة اللي أنا بلاحظها عن الشخص اللي قدامي، وغالبا ما بيبقى temporary situation، يعني بيبقى حاجة يعني لحظية أو مؤقتة أو على حسب الموقف اللي احنا فيه. يعني حصل حاجة فرحته فبيفرح، حصل حاجة ضايقته فبيبقى ظاهر ان هو متضايق، لكن هي حاجة مجرد افكت. يعني ممكن انا اصلا في العموم انا الايام دي مبسوطة ومفيش حاجة مضايقاني او حاجة، فانا عرفت انه في شخص مثلا عمل حادثة او اي حاجة فانا بتضايق له شوية، وبعدها برجع للمود بتاعي اللي هو الطبيعي. نفس الكلام العكس، اللي هو الشخص ده اصلا متضايق او قعد فترة كبيرة متضايق بسبب وفاة بابا، لكن لما حصل حاجة ان هو مثلا اتجمع مع اصحابه فكلهم بدأوا يضحكوا، فظهر ان الافكت بتاعه ان هو مبسوط، لكن مجرد ما يرجع تاني لا بيرجع للمود الاصلي. فاستوعبت كده الفرق ما بين الاتنين ايه. الافكت ده مجرد حاجة لحظية اللي بتظهر للناس، لكن المود ده بتبقى حاجة ايه بقى، بيرفيسيف او سستيند. بيرفيسيف ده معناه اللي هي منتشرة او متوغلة، وسستيند بمعنى مستمر، ده الشعور المستمر بيفضل معاه لفترة طويلة، وده بيبقى internal expression هو بس اللي بيبقى حاسس بيه. يعني انا ما اعرفش المود بتاع الشخص غير لما هو يصرح بيه. ده كده الفرق ما بين الاثنين، الافكت والمود. طيب ايموشن اللي هي المشاعر اصلا، ده عباره عن خليط من الاثنين بقى، اللي هي عباره عن كومبلكس بيجمع ما بين كذا حاجه، يعني نفسيه وجسمانيه وسلوكيه، الثلاث حاجات دي هي تعتبر المشاعر. وبعد كده بيتكلم ان هي ليها علاقه بالافكت والمود والكلام ده كله، هي مجرد تعريفات مش اكتر، نعرف الفرق ما بينهم ايه. طيب هنعرف بقى 3 أنواع من الإيموشن. أول حاجة بليزنت، أو الحاجة اللي هي مشاعر سعادة، أم بليزنت اللي هي مشاعر حزن، بعد كده إن أديكوات إيموشن اللي هي مشاعر غير كافية، بعد كده إن أبروبريت إيموشن أو إن كونجرس دي اللي هي مشاعر غير مناسبة. هنعرف كل واحدة إيه المصطلحات اللي بتندرج تحتها وكده. أول حاجة البليزنت إيموشن قلنا اللي هي مشاعر فرح. أول حاجة يوفوريا، ده بيبقى شخص حاسس بالسعادة، حاسس بالثقة، ده بيبقى شخص أقل ما نقول عليه اللي هو هابي، شخص مبسوط وخلاص. ده ايه ايوفوريا. ايوفوريا اصلا دي معناه اللي هو شعور بالرفاهية او كده. طيب هو مش بس شخص هابي، لا هو حاسس بالسعادة enjoyment، وكمان حاسس بالثقة بالنفس self confidence، والسعادة مش بتقتصر عليه وبس، لا ده هو بيشيرها لباقي الناس اللي حواليه. يعني هو مبسوط وعايز كل الناس اللي حواليه كمان تتبسط، فيعتبر infectious اللي هو يعني ايه، بينقل عدوى السعادة لكل الناس اللي جنبه. دي وقتها بقى مش بقول ايوفوريا لأ، بقول اليشن. جميل، يبقى ايوفوريا مجرد مبسوط وخلاص، اما مبسوط وكمان بيشير مع الناس اللي حواليه فدي معناها اليشن. طيب هو برضو مبسوط وبيشير مع الناس اللي حواليه، لكن عنده شعور كمان بالعظمة او الجرانديسيتي، دي وقتها انا بسميها exaltation. جميل، هو عبارة عن أصلا بيقول له intensive elation، يعني elation بزيادة شوية بجانب الجرانديستي. طيب كل اللي فات ده، لكن بزود عليه حاجة كمان اللي هي tranquility، أو بيبقى شعور بالراحة البال، أو اللي هو بيبقى مبسوط حاسس بيسفولي، حاسس اللي هو عايش بسلام هدوء طمأنينة، الحاجات دي كلها بنقول عليها ecstasy. تمام، يبقى انا عندي 4 مصطلحات، ايفوريا مجرد مبسوط وخلاص، اليشن مبسوط وبيشير مع اللي حواليه، اكسليشن هي عبارة عن الاليشن لكن مزود اللي هو الجرانديسيتي شعور بالعظمة، اكستاسي ده اكتر مراحل بقى اللي هو السلام النفسي بيسفل وكمان ترانكيلتي. جميل جميل، ده كده بالنسبة للبليزنت. طيب الان بليزنت
دي مشاعر بقى حزن وكده، ف ليهم برضه 4 حاجات. اول حاجه grief، او اللي هو بيبقى sadness او شعور بالحزن بسبب اللي هو بسبب حاجه زعلته، زي ان هو فقد شخص معين كان بيحبه، فدي معناها grief. وغالبا يعني في دكتوره كانت بتقول في نجاح ان هي بيبقى انت بس اللي حاسس بكده، او دي حاجه بتخليك انت اللي تزعل يعني. طيب بعد كده في depression، او اللي هي من اسمها اصلا تعتبر اكتئاب، حاسس اللي هو مش مبسوط، حاسس اللي هو مفيش امل، هيبلسنس اللي هو مش قادر يساعد نفسه ولا يساعد اللي حواليه، دايما شعور الذنب ملحقه، عنده نقص في الابيتايت اللي هو مش عايز ياكل او كده، نقص دايما مش مركز، مش قادر يكونسنتريت من حاجة معينة، عنده ارق اللي هو انسوميا، ده معنى الدبريشن. طيب في بقى مرحلة بتبقى وحشة قوي، اللي هو بقى يعتبر فقد الشغف، اللي هو مش قادر يعيش حياته اصلا، فقد لكل معنى السعادة، مش قادر اللي هو ما عندوش اي شغف انه يعمل اي حاجة مهما كان بيحبها او لا، مش عنده شغف لأي حاجة في الدنيا. فعشان كده المصطلح ده بنقول عليه انهي دنيا، انهي دنيا، تمام؟ هي باينة من اسمها اصلا، انهي دنيا دي يا عم اللي بتقول عليها، انا اصلا ما عنديش شغف. طيب اخر حاجة خالص برضو يعتبر اكسبريشن معروف بالنسبة لنا، انزايتي او بمعنى القلق. ده بيبقى شخص دايما عنده شعور من apprehension اللي هو التخوف، وفير اللي هو خوف، دايما عنده تخوف وخوف من اي حاجة حصلت وبتحصل وهتحصل، المهم اللي هو خايف وخلاص يعني. حتى بتبقى اسمها قلق غير مبرر، دي حاجة بتبقى صعبة جدا يعني، مهما الناس كلها اللي حواليك بتطمنك وكل حاجة بتطمنك، إلا إنك لا عندك تخوف من دون أدنى سبب، فبالتالي مش قادر اللي هو تحسن من نفسك يعني، ولا من الحالة اللي انت فيها. ودي بتبقى مصاحبها اللي هو زيادة في الأوتونوميك نيرفوس سيستم. جميل، ده كده بالنسبة للأنبليزنت. أول حاجة جريف قلنا اللي هو بيبقى حزن بسبب فقدان شخص معين، الديبريشن لو حاسس ان مفيش امل، حاسس ان هو دايما شعور بالذنب، عنده ارق، نقص في الكونسنتريشن، انهي دنيا قلنا اللي هو فقد للشغف، فقد لكل معاني السعاده يعني loss of pleasure. اخر حاجه خالص الانزايتي او القلق، ده بيبقى قلنا دايما عنده خوف او تخوف من اي حاجه بتحصل، وقلنا بتبقى زياده في الاوتونوميك نيرفوس سيستم، الاكتيفيتي بتاعه بيبقى زايد شويه. يبقى كده اخدنا البليزنت ايموشن يعني المشاعر اللي بتعبر عن السعاده، والانبليزنت المشاعر اللي بتعبر عن الحزن. نعرف بقى الان اديكوت ايموشن، هي المشاعر الغير كافيه، يعني هما 3 حاجات: اباثي واندفرنس وموشن بلانتنج او فلاتنج. مبدئيا كده اول حاجه اباثي، او بيبقى الشخص اللي قدامي ده ماسك فيس، يعني انا بقول له حاجه بتفرح هو ساكت، بقول له حاجه بتزعل هو ساكت برضه، ولا بيحس حاجة من جواه ولا بيعبر عن حاجة من بره، يعني هو شخص ثابت كده خلاص، ما بيديليش اي رد فعل ولا من هو جواه بيحس. حتى نشوف كلمة اي يعني تعتبر absence يعني، فهو مش عنده، مش قادر يبقى عنده expression ولا experience، يعني هو ولا عنده احساس ولا عنده تعبير، هو ده الشخص اللي عنده ابدي. طيب الاندفرنس، الاندفرنس دي بنقول عليه اللي هو عنده لا مبالاة، يعني انا قلت له يا عم انت نجحت، فهو خلاص حاسس من جوه اللي هو مبسوط، بس مش قادر يعبر من بره اللي هو كده. حد برضو يعني ايه، هو اصلا متضايق والايام دي هو مش في احسن حاجه او كده، فجيت قلت له يا عم ده انت في لعبه بتحبها قوي انت اتكسرت، فسكت يعني ما اداش برضو اي ايموشن او كده، بس هو من جواه متضايق، لكن مدي وضع عارفين اللي هو اوريدي بروكن، فاللي هو كده كده بايظ، فاللي هو عنده اكسبريشن الاكسبيرينس اللي هو نوت افكتد وكل حاجه، لكن هو مش قادر يعبر، مش قادر يعمل اكسبريشن. جميل، يبقى في فرق بين الاباثي والاندفرنس. الاباثي ولا عنده اكسبيرينس ولا قادر يحس ولا قادر يعبر، ما عندوش كمان اكسبريشن، اما ده هو عنده اكسبيرينس وعارف ان المفروض الحاجه دي بتضحكه او بتزعله، لكن مش قادر يعبر عنها ولا يعمل لها اكسبريشن. عرفنا كده عنده ايه وما عندوش ايه. اخر حاجه خالص بقى الايموشنال بلانتنج او فلاتنج، اللي هو مش قادر يعبر عن الحاجه بشكل كافي، بشكل ادكوت يعني. مثلا حد صاحبه جاب له هديه وكل حاجه، فالمفروض ان هو يبقى مبسوط ويقوم يحضنه ويفتح الهديه ويبقى مبسوط، طب يصورها، طب الكلام ده كله، لا هو خدها وابتسم له وخلاص وسكت كده، مع ان هو عارف المفروض يعمل ايه، لكن هو يعني ما عرفش بقى، فقد الشغف اي حاجه حصلت له، فهو مبقاش قادر يعبر عن مشاعره بشكل كفايه، فدي معناها البلانتنج او فلاتنج. هو بيعبر، عنده اكسبيرينس وعنده اكسبريشن، بيحس وبيعبر، لكن مش بشكل كافي.
يبقى الأبهي ولا بيحس ولا بيعبر. الاندفرنس هو بيحس لكن مش قادر يعبر، عنده لا مبالاة. أما آخر حاجة قلنا اللي هو بيحس وبيعبر لكن مش بشكل كافي. آخر حاجة خالص بقى اللي هي incongruous أو inappropriate emotion، ده اللي هو انت بتبقى في موقف معين وبتحس مشاعر المفروض ما تحسش بيها في الوقت ده. يعني disharmony of emotion يعني عدم التناغم في الايموشن دي. يعني مثلا شخص يبقى في فرح وتحس اللي هو عايز يعيط، او يبقى في عزا وتلاقوهم بيضحكوا. وطبعا احنا مش بنتكلم عن الحاجات اللي هم التفاهة او الناس اللي بتحس بيها في المشاعر العادية، لا احنا بنتكلم عن فعلا ناس مرضى، ناس ما بيقدروش فعلا يتحكموا في نفسهم او مش بيبقوا عارفين ليه بيعملوا كده، مش قادرين يوقفوا نفسهم عن حاجة زي كده، زي المرضى اللي هم سكيزوفرينيك او اللي هم الناس عندهم organic diseases. ده بيبقى فعلا مش قادرين يتحكموا في مشاعرهم، بيلاقوا اللي هم بيضحكوا او بيعملوا حاجات في مواقف لا تستدعي الضحك ابدا. فنسأل الله العافية حقيقي. ده كده بالنسبة للإيموشن. عرفنا الإيموشن بتمشي ازاي، ان انا بحسها بعدين بفهمها، ده عبارة عن affective و cognitive، ده اللي بيندرج تحت الاكسبيرينس، ده شعور داخلي ان انا بحس، بعد كده ببدأ اعبر expression عن طريق سواء كان التصرف ده كان جسماني او سلوكي. عرفنا الإيموشن وايه الفرق بين الأفكت والمود، قلنا الأفكت ده حاجة لحظية او اللي ظاهر لي external من بره، اما المود ده اللي الشخص بيبقى عايش فيه internal، ده بيبقى مستمر معاه لفترة طويلة وانا مش بعرفه غير لما هو يعبر لي عنه. عرفنا 3 أنواع من الإيموشن: مشاعر سعادة ومشاعر حزن ومشاعر غير كافية ومشاعر غير مناسبة. 4 بقى، الـ4 دول عايزين نشوفهم من ال من المايند ماب. طيب disturbance of emotion ايه؟ اول حاجة pleasant emotion قلنا اللي هي euphoria، قلنا اللي هو شخص مبسوط يعني حاسس هابي، لا ده بقى مبسوط وعايز كمان يشير مع الناس اللي حواليه، بقى infectious بنسميها elation. طيب بجانب الاليشن ده بقى عنده شعور بالعظمة اللي هي الجرانديسيتي، دي وقتها بسميها اكسلتيشن. طيب بجانب كل ده بقى ده وصل اعلى مراحل من السلام ورضا النفسي، دي ترانكيليتي، فبنقول عليه اكستاسي. جميل، ده كده الـ4 حاجات بتاعت البليزنت ايموشن. بعد كده بقى مشاعر الامبليزنت دي انا بقول يعني 4 حاجات برضه. اول حاجة جريف اللي هو عنده شعور بالحزن sadness بسبب انه فقد شخص معين. depression اللي هو قلنا اللي هو hopelessness helplessness، شعور دايما بالذنب، انه عنده insomnia، عنده lack of concentration، lack of appetite، كل ده لا ده فقد الشغف وفقد لكل معاني السعادة. miss of pleasure دي بنقول عليه anhedonia، حتى باينة من اسمها. anxiety بقى اللي هو اضطراب القلق، ده قلنا ان هو شخص دايما بيبقى عنده خوف او تخوف من اي حاجة، وبيبقى اللي هي ال autonomic nervous system بيبقى عنده زيادة في ال activity بتاعته. طيب قلنا بعد كده اتكلمنا عن المشاعر الغير كافية، ان هما 3 حاجات: apathy مش بيحس ولا بيعبر، ال experience وال expression ضايعين عنده، ال indifference هو عنده experience لكن مش قادر يعبر، عنده لا مبالاة. flattening و blunting قلنا ان الشخص ده بيبقى عنده experience و expression وكل حاجة بس بيعبر بطريقة غير كافية، يعني هو فقد الشغف شوية. اخر حاجة بقى في اللي هي ال inappropriate اللي هي disharmony، اللي هو يعني بيتصرف تصرفات غير مناسبة للموقف اللي هو موجودة فيه، ودي حاجة معروفة جدا في المرضى اللي هي سكيزوفرينيا. يبقى عرفنا كده ال disturbance اللي بيحصل في ال consciousness وال disturbance اللي بيحصل في ال emotion. نتكلم بعد كده عن اللي بيحصل في ال perception. تمام، احنا عملنا سكيب بس للجزء بتاع thinking ده عشان محتاج يبقى لوحده في فيديو. يعني قبل ما نتكلم عن ال disturbance او المشاكل اللي بتحصل في الادراك، نعرف ايه هو ال perception نفسه ده. فبيقول لي هي تعتبر عملية عقلية او حاجة استدراكية، يعني ان انا بحاول استيمولاي معين في حاجة مؤثرة، انا حولتها لمعلومة سايكولوجيكال، يعني انا شفت مؤثر من بره، مثلا انا شفت كتاب فعارفة ان هو ده كتاب، فانا ترجمته كمعلومة في دماغي ان هو ده كتاب مثلا، يعني ده مجرد مثال. بعد كده بيقول ان هو دي تعتبر active process، بمعنى اللي هي بتشمل او بتمشي بـ3 مراحل: selectivity organization interpretation. اول حاجة selectivity اللي تقريبا لو يعني زي اختيار، او ان انا بدأت استوعب مثلا دي مادة، organization ان انا بدأت ارتب بينها وبين باقي الحاجات او برتب مراحل نفس الحاجة، حصل interpretation اللي هي تداخل بين الافكار لحتى ما اثبت عندي المعلومة او استدرك ايه هو الحاجة دي بالظبط. تمام، هتفسرها شوية لما تعرفوا الديس اوردر هتعرفوا بالظبط يعني ايه البرسبشن. تمام، هو الديس اوردر تعتبر 3 حاجات:
الإدراك ده إيه المشاكل اللي ممكن تحصل فيه؟ ممكن يحصل فيه distortion. الديستورشن ده اللي بمعنى لخبطة، أو اللي هو بيستدرك بطريقة غلط أو بيستدرك الحاجات غلط. أما هنا perceptual loss يعني هو أصلا ما بيستدركش، هو نو استيعاب يعني يعتبر. perceptual deception ده يعتبر يعني بنقول عليه خداع بصري. تمام، هنفسر كل واحدة وتبقى الموضوع أوضح إن شاء الله. بتمنى بجد يبقى الحاجات اللي بالعربي دي بتتكتب، عشان الموضوع صعب في التذكر يعني بصراحة. هنبدأ الأول في ال perceptual distortion. قلنا اللي هو حتى كاتبين جنبه false أهو، معنى اللي هو بيستدرك الحاجات غلط. يعني مثلا هو قدامه constant real object فهو بيفسرها بطريقة غلط. بمعنى هو مثلا قدامه كتاب، فالكتاب حجمه 20 في 20 سنتي، لا هو شايفه 5 في 5 سنتي، شايفه حاجة صغيرة جدا، أو شايفه 40 في 40، هو شايفه بغير حجمه الأساسي. يعني مثلا زي الصورة دي كده موجودة في الداتا سوين، أو شايفين هو مثلا يبقى كتاب كبير عادي، لكن هو شايفه بعينيه بالطريقة دي كده، كأنه حاجة بعقلة الإصبع وخلاص. دي حاجة بنسميها مايكروبزيا، أو لو شافها مايكرو يعني بيشوف الحاجة أصغر من حجمها، أما لما يشوفها أكبر من حجمها تبقى اسمها ماكروبزيا. تمام، في حاجة تانية اللي هو شخص بيبقى بيتكلم معاك صوته نورمال جدا خالص، ما بيبقى صوته نورمال فأنا أسمعه كأنه بيزعق، فدي بتبقى حاجة اسمها هايبر أكوزس، أو أسمعه كأنه موطي صوته جدا، فدي حاجة اسمها هايبر أكوزس. يبقى الشخص نفسه أو الاستيميلس نفسه تمام ونورمال مفهوش حاجة، لكن المشكلة عندي أنا، إن أنا بصغر الموضوع أو بكبره أكتر من حجمه. تمام، يبقى المشكلة في الشخص نفسه اللي عنده perceptual distortion دي. ان ستيمولس معين عنده انتنسيتي وثريشولد، فانا بسمعه بطريقه متغيره او بشوفه بطريقه متغيره. جميل كده، يبقى ده كده بالنسبه للديستورشن. انا بستوعب غلط، بستوعب الحاجه في غير حجمها الصح وغير الانتنسيتي او المقدار بتاعها الصح. يا رب تبقى وصلت كده. بعد كده البرسبشوال لوس اللي هو فقد الادراك خالص، بقى حصل له حاجه اسمها اجنوزيا. احنا عارفين ان ايه بتدل على الابسنس او النفي، يعني جنوزيا دي جاية من كلمة ريكونايز، أو اللي هو يستدرك أو يستعلم، اللي هو يعلم حاجة معينة. فهو عنده فيلير دلوقتي، مبقاش قادر ريكونايز أي حاجة. مثلا فيجوال أجنوزيا يعني بيشوف الكتاب ومش قادر يقول إن ده كتاب، مش عارف إن ده كتاب، مع إن هو قبل ما يجيله المرض ده كان عارف أسماء كل حاجة. تكتايل أجنوزيا اللي هو برضو مش قادر يحس، يعني لما بيلمس حاجة مش قادر يعبر لك أو يقول إن ده دي حاجة مثلا ناعمة، دي حاجة خشنة، طب دي حاجة صلبة، طب دي حاجة سايلة. هو عنده أجنوزيا، مش قادر يستدرك أي حاجة من اللي حواليه. يبقى قلنا إن هنا بيستوعب الحاجة غلط، هو عارف إن اللي قدامه ده كتاب لكن بيشوفها في حجمه الغلط، أما هنا هو مش عارف إن اللي قدامه ده كتاب أصلا. ندخل بقى في آخر حاجة اللي هي الـ perceptual deception، قلنا عليها خداع بصري أو اللي هي deception. يعني في illusion وفي hallucination. مبدئيا كده illusion، اول ما اسمع كلمه illusion دايما افتكر الحبل والتعبان كورد وسنيك. اما hallucination بفتكر حلمي، يعني حتى تحسوا ان الاسماء قريبه من بعض. hallucination بفتكر حلمي اللي هو احمد حلمي. طيب بالنسبه لل illusion قلت اللي هو الحبل والتعبان او كده، طبعا كلكم عارفين قصه سيدنا موسى او كده والسحره لما هم القوا الحبال بتاعتهم، فالناس كان بيهيأ ليهم ان شايفينه ده تعبان، لكن في الاصل هو حبل عادي. يعني هو فعلا حبل لكن هم شايفينه تعبان، يعني هي فعلا حاجه موجوده. يبقى الاستيمولس موجود لكن الاكسبكتنس بتاعته او توقعهم شافوه حاجه غير عكس حقيقته. يعني في استيمولس معين موجود اللي هو الحبل، يعني في حاجه قدامهم فعلا، لكن الاكسبكتنس بتاعهم اللي هم التوقع بتاعهم شافوه بطريقه غلط، او حصل اللي هي مس انتربريتيشن اللي هي التداخل المعلومات بتاعتهم، او حاجه فسرت الاستيمولس قدامهم ده على انه حاجه تانية. جميل، هو ده الخلاصه بتاع كل الكلام المكتوب. يبقى illusion بفتكر على طول الحبل وسنيك. يبقى في استيمولس ولا لا؟ او موجود استيمولس لكن هم شافوه بطريقه تانية مختلفه اللي هي الحبل والتعبان. طيب بالنسبه بقى غير illusion فيها hallucination. الهلوسينيشن ده اصلا هما بيشوفوا حاجه برضو، حاجه مش موجوده، لكن هو اصلا ما فيش ستيمولس. فاهميني؟ يعني انا بقول لاحمد حلمي ليه، يعني كان في فيلم ليه اسمه ثواني كان اسمه اسف على الازعاج، فهو كان طول الفيلم بيتخيل ان هو بابا بيكلمه وبيخرج معاه وبيقعد معاه والكلام ده كله، وكمان كان بيشوف بنته وبيرسمها وبيخرجوا وبيعملوا الحاجات دي كلها، والاتنين دول اصلا شخصيات في خياله
ولا هما موجودين، وبالعكس لا هو شايفهم وبيتكلم معاهم ويسمعهم وبيردوا على بعض وكل ده. فده معنى الهلوسة فعلا، اللي هو ما فيش شخص قدامه مثلا، يعني هو مش شايف قدامه أحمد لكن هو فاكر محمد، لا هو شايف محمد وهو ما فيش أصلا أحمد، فاهمني؟ بص عشان ما تفصلوش مني يا جماعة، في حتة الإلوجن هما شايفين هو الحبل موجود لكن هما شايفينه تعبان، لكن الهلوسة هو شايف التعبان قدامه لكن هو أصلا ما فيش من الأصل حبل، تمام؟ يعني ما فيش استيمولوس، ده الفرق ما بين الاتنين. إلوجن في حاجة معينة فأنا شفتها حاجة تانية، أما الهلوسينيشن فأنا بتخيل حاجة والحاجة الأولى أصلا مش موجودة. جميل. فالأنواع الهلوسة اللي موجودة هنا إيدوتيري، اللي هو زي ما كان مثلا بيسمع أصوات اللي كان بيتصل عليه ده ودايما يقعد يكلمه، أو بيسمع صوت جوه دماغه الحاجات دي، وده أشهر واحد موست كومن، وبالذات في الأشخاص اللي هم عندهم سكيزوفرين. فيجوال برضه هالوسينيشن، اللي هو بيشوف حاجات قدامه سواء كانت حاجات مادية، أو اللي هو بيشوف أشخاص فعلا. في تكتايل، اللي هو يحس اللي هو لامس حاجات. عارفين ان احنا ساعات بنحس ان في نمل او حشرة مثلا ماشي على ايدينا ونيجي نبص ما نلاقيش حاجة، هو ده الشعور التكتايل هالوسينيشن. طيب في اللي هي الجاستاتري، اللي هو بيحس ان هو بطعم حاجة وهو ما اكلهاش اصلا، او الفاكتوري ده برضو اللي هو كأن هو بيشم حاجة. في حالة مرضية مشهورة يعني نوع من انواع الابليبسي او الصرع، انه الشخص ده بيقول اللي هو شامم ريحة كاوتش بيتقال عليه ايه، محروق، هو شمه كده وهو اصلا ما فيش حواليه حاجة من كده. فكمان مرة نفرق معلش ما بين البرسبشوال ديسبشن، قلنا في حاجة اسمها illusion وفي هالوسينيشن. illusion بمعنى اللي هو بيتخيل حاجة عكس الحاجة الغير موجودة، نفتكر عضو الحبل والتعبان قدامه حبل لكن هو شايفه تعبان، اما الهالوسينيشن هو شايف تعبان قدامه لكن هو في الاصل ما فيش حتى حبل. حلو. هو بيهلوس وخلاص، ونفتكر هنا كورد سنيك، هنا نفتكر حلمي وبنعرف الانواع بتاعته. طيب في انواع هلوسه بس بتحصل عادي لناس عاديه فسيولوجيكال، يعني مش شخص انواع سيكولوجي او كده، اللي هما ايه بقى، في نوعين من الهلوسه دي، اسمها هيبناجوجيك والتانية اسمها هيبنو بومبيك. دي بتحصل في ايه، انتوا لو جيتوا تركزوا يا جماعه لما نيجي ننام او حاجه، يعني نفسي بجد اقدر استوعب اللي هي نقطه التحول ما بين ان احنا صاحيين ان احنا خلاص دخلنا في النوم. الجزء ده المفروض ان احنا بيحصل لنا زي هلوسه او حاجه عشان ندخل في النوم، لو حد فعلا فضل يركز فيها هتلاقوه بقى عنده ارق ومش قادر ينام اصلا. فاحنا سبحان الله بتحصل مره واحده كده ان انت بقيت صاحي فبتدخل في النوم، ففي النص كده المفروض بيحصل الهلوسه، بنسميها هيبناجوجيك هلوسينيشن. طيب لما نيجي نصحى من النوم بقى، ساعات اللي هو عشان نخرج من عالم لعالم تاني اصلا، نحس ان احنا مش مدركين شوية اللي حوالينا، ممكن اصلا نسمع صوت المنبه وهو اصلا مرنش. الحاجات دي كلها ممكن تحصل، فدي برضو نوع من انواع الهلوسينيشن بتحصل ان احنا لسه بنفوق او بنصحى من النوم، بنسميها هيبنو بومبك. بنفرق ما بين الاسمين دول ازاي، يعني هتلاقي ان هيبنو بومبك دي فيها حرف فيها او ام اللي هي قوم، يعني فقوم اللي هو انت بتقوم تصحى، فوكينج اب ويكينج اب. اما هيبناجوجيك دي اللي هو واحنا لسه داخلين ننام. حلو. نروح بقى نقرا تاني البرسبشوال ديسبشن او الديستورشن ديستربنس اللي بتحصل فيها، قلنا اللي هم 3 حاجات. اول حاجه ديستورشن، قلنا ان انا بستدرك الحاجه غلط، لوس ان انا نو استيعاب اصلا انا مش بستدرك حاجه، ديسبشن اللي هي خداع بصري. يبقى ديستورشن الاول انا قلت ايه، بستدرك الحاجه غلط، يعني بيبقى قدام ستيبيلوس لكن انا بشوف الانتنسيتي والثري شولد بتاعته متغير، ان انا بشوف الكتاب في غير حجمه الطبيعي، ان انا بسمع الصوت في غير المقدار بتاعه الحقيقي كده يعني. اللص بقى اللي هو حصل اجنوزي اللي هي فيلر تو ريكوجنايز، انا مش قادره استدرك الحاجه دي اصلا سواء كانت فيجوال او تكتايل او كده، ان انا بشوف الكتاب انا معرفش ان هو ده كتاب. طيب الديسبشن قلنا اللي هو خداع بصري، في illusion وفي hallucination، قلنا ان الالوجن بفتكر على طول الحبل وسني الحبل والتعبان اللي هو فعلا فيه قدام ستيمولوس معين اللي هو الحبل، لكن الاكسبكتنس بتاعتي خلتني اشوفه تعبان. طيب الهالوسينيشن، هو مفيش ستيمولوس اصلا، انا قاعده في اوضه فاضيه لكن حصل هالوسينيشن، ايا يعني كان بقى نوعها ايه، فيجوال اوديتوري الكلام ده كله، وبنفتكر منها احمد حلمي. طيب الفسيولوجيكال هالوسينيشن، قلنا دي حاجه بتحصل اصلا لكل الناس، لو انا لسه بصحى اللي هي ويكينج اب بفتكر قوم اللي هيبنو بومبك، لكن انا بدخل انام بفتكر هيبنو جوك. تمام كده احنا نعتبر خلصنا 3 عناوين، دي consciousness الايموشن البرسبشن، بتمنى ان كل حاجه تبقى واصله تمام.
وكل اللي عليكم بس اللي هو بالله يعني نذاكر كل الموضوع من فصل مع بعضه ونرجع نقراه تاني من المايند ماب دي او نرسمها اي حاجه بحيث ان الكلام يظبط. يعتبر كلام يعني بعيد او اول مره نعرفه، لكن بصراحه ممتع. هندخل في اخر حاجه في الفيديو النهارده، الميموري اللي هي الاضطرابات اللي بتحصل في الذاكره. مبدئيا كده الميموري اصلا او الذاكره اصلا دي معناها ايه؟ ان انا باجي ادخل معلومات اعملها انكودنج، بدخلها جوه عقلي الاول، بعدين اعملها ان انا بخزنها بعملها ستور، بعد كده ببقى محتاجه استرجعها كمان مره اللي هي ريترايف او ريتريف انفورميشن. جميل، يبقى دي كده الثلاث مراحل اللي بتعدي عشان اثبت اصلا انفورميشن في الميموري بتاعتي. طيب الديس اوردرز اللي ممكن تحصل ايه؟ ثلاث حاجات: الامنيزيا لو ان انا مبقاش فاكره حاجه وان انا مش قادره استرجع ذكريات معينه او معلومات معينه، بارامنيزيا اللي هو جزء معين بزيفه وبفبركه بعمل فيه اي حاجه. بارا يعني نفسر على ان بارت مثلا جزء من الميموري حصل له مشكله تزييف او فبركه. ديستورشن اوف ريكوجنيشن اللي هو حصل برضو زي ديستربنس او لخبطه كده في الاستدراك بتاعي، هنفسر برضو كل واحده ايه. بص، اول حاجه اللي هي الامنيزيا قلنا اللي هو يعني عنده بارشل او توتال، اللي هو مش قادر يستدرك او يراجع خالص الباست اكسبيرينس سواء كان بشكل جزئي او فقد كل حاجه بقى كتوتال. وفي حاجه سايكوجينيك بتبقى بسبب مرض نفسي، وحاجه تانية اورجانيك اللي هو مثلا شخص عمل حادثه او حاجه. المرض النفسي اللي هو سايكوجينيك امنيزيا ده ممكن يبقى في حاجه من اتنين: انزايتي امنيزيا يبقى شخص ده اصلا عنده اضطراب قلق فبناء على كده هو نسي حاجات معينه، او عنده ديسوشيتيف امنيزيا اللي هو شخص يبقى في مرحله من حياته مثلا هو كان متضايق منها او متضايق من الاحداث اللي بتحصل فيها، فمن كتر زعله او من كتر تفكيره في الحاجات دي نسيها. تمام، يبقى سواء كان انزايتي او ديسوشيتيف الحاجتين دول بتعمل سايكوجينيك امنيزيا اللي هو بقت حاجات من البوست اكسبيرينس هو مش قادر يفتكرها تاني. اما الاورجانيك لا، ده فيه فعلا حاجه في البرين باظت فادت ان انا افقد جزء من الذاكره، زي اول حاجه اللي هي ترانزينت جلوبال امنيزيا التفسير بتاعها اللي هي فقدان تام مؤقت للذاكره. كلمه ترانزينت يعني مؤقت. حصلت ليه؟ لان حصل اسكيميا في السيريبرال ارترز مثلا او حاجه اللي بنقول عليها تيكا يعني، فالتيكا حصل فيها اسكيميا فبالتالي مثلا ما بقتش تتغذى كويس او كده، فبالتالي دخل في الفقدان تام للذاكره بشكل مؤقت. جميل، ده بسبب حادثه مثلا او اي حاجه ضغطت على الارترز فبالتالي ما بقاش يوصل اكسجين للبرين بشكل كويس. طيب في نوعين تانيين بتحصل بسبب حادثه برضه: ريتروجريد وانتي ريتروجريد. يبقى قلنا اول حاجه اللي هي الترانزيت دي بيبقى فقدان مؤقت تام للذاكره، لكن في حاجتين تانيين بتحصل بسبب الحادثه بنقول عليها ريتروجريد او انتي ريتروجريد. الريترو دي معناها حاجه في الماضي، يعني هو الشخص بعد الحادثه دي ما بقاش يفتكر اي حاجه من قبل الحادثه، لكن بعدها بيفتكر عادي الاحداث والناس اللي بتجيله وبتعرف عليهم بيفتكرهم تمام. لكن الانتي ريتروجريد ده اللي هو بيبقى فاكر كل حاجه حصلت قبل الحادثه، لكن اللي حصل بعد الحادثه لا ده بنساه على طول. دي برضو كانت حصلت في فيلم تقريبا اسمه الفصل ونعود، كان كريم عبد العزيز، فكان وقتها لما عمل الحادثه دي وجي فوق منها فهو فاكر ابنه وفاكر كل حاجه حصلت، فاكر بيته والناس اللي كان يعرفهم وفاكر الحادثه يعني وقتها حتى ما اتخبط على دماغه. من اول ما فاق وهو بقى ينسى كل حاجه، ما يعديش 5 دقايق كان وقتها بيقولوا ذاكرة السمك وكده ومش فاكر اسماء الدكاتره، حتى يجوا يكلموه بعدها يخرجوا ويدخلوا فهو برضو يسالهم انتوا مين. فده كده بيبقى عنده انتي ريجريت امنيزيا. تمام، يبقى ترانزينت ده فقدان مؤقت بسبب اسكيميك، اما ريتروجريد نسي كل حاجه قبل الحادثه، اما الانتي ريجريت ده بينسى كل حاجه بعد الحادثه. جميل، ده كده بالنسبه للامنيزيا قلنا اللي هو كتوتال يعني اللي هو مش قادر يفتكر حاجه من البوست اكسبيرينس. طيب البارامنيزيا قلنا اللي هو بارت معين من ذاكرته بيحصل له تزييف، بيحصل له فبركة، شبه حالتين كده اللي هي retrospective falsification و confabulation. من اسمها كده falsification يعني انت بتزيف حاجة او بتشوه حقيقة معينة. مثلا الناس دي بتفتكر ايه؟ بيبقى على حسب المود بتاعهم. يعني انا كنت اعرف ناس قبل كده، مثلا كنت مصاحبة بنت فجت البنت دي بغض النظر انا مش فاكره هي كانت كويسه ولا كانت وحشه معايا،
بس انا صحيت النهارده المود بتاعي ان انا مبسوطه، فبفتكر البنت دي بقول ده ما كانش في منها اتنين، ده كانت صاحبتي جدا، ده كانت وكانت يعني ايه. ببدا الف وبقترح حاجات في دماغي، بفتكر ذكريات ممكن تكون ما حصلتش اصلا، وبقول دي حصلت والبنت دي قد ايه كانت كويسه، وبتمنى نرجع نتكلم تاني، وكل ده عشان المود بتاعي بس النهارده مبسوط، تمام، بغض النظر البنت دي كانت ايه في الحقيقه. طيب انا صح المود بتاعي النهارده؟ لا مش تمام، حاسه ان انا مش على ما يرام. فافتكرت البنت دي اقول لا ده كانت وحشه، ده عملت وعملت وعملت، فاهمين قصدي؟ فعلى حسب المود انا بفتكر الذكريات، يعني بدي حاجات، مش بس انا في المود بتاعي النهارده مبسوطه، لا انا بدعم نفسي بحاجات تخليني مبسوطه اكتر، انا كنت بتعرف على ناس كويسه، مش بس المود بتاعي النهارده لا ان انا متضايقه، لا ده انا هجيب لك حاجات كمان تزود عليكي، فهمت قصدي من الحته دي؟ فبيقول ان الميموريز بتتعدل، بيحصل لها موديفيكيشن او فولسيفيكيشن يعني، بحيث ان هي تناسب المود بتاعي في اليوم ده عامل ازاي. جميل. ريتروسبكتيف فولسيفيكيشن بمعنى تزييف او تشويه للحقائق. طيب دي حاجه. بالنسبه للكونفابيليشن، ده بيبقى شخص عنده unconscious feeling اللي هو فيه جابز، او عنده جاب معينه في حياته اللي هو مش فاكرها اصلا، مش فاكر حصل فيها ايه. انتوا عارفين دايما في الافلام بيبقى فيها الزهايمر او كده، اللي هو بيصحى دايما يبص على النتيجه، فيعدي اسبوع يعدي شهر من حياته هو مش عارف راح فين، فهو بيبقى متضايق قوي من الحوار ده، فبيبدا ان هو يالف، يحصل له ايماجين يعني، او يالف انترو اكسبيرينس اللي هو يبدا يالف قصص حاجات ما حصلتش، بحيث يسد الفراغ ده، بحيث يقنع نفسه ويقنع اللي حواليه اللي هو لا ده الحاجات دي حصلت فيها حاجات وانا فاكرها، بحيث اللي هو يعني يتغلب على شعور ان هو مش فاكر الجزء ده، لان دي حاجه مش بسيطه يعني بصراحه. فبيبدا يعمل كونفابيوليشن اسمها اف او بي، فانه بيفبرك يعني. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين دول؟ ما ده بيزيف وده بيفبرك، احنا ايه الفرق؟ برضو قلنا ان ده عنده جابز حاجات فعلا، اجزاء في ذاكرته هو مش فاكر حصل فيها ايه، فبيبدا يالف حاجات بحيث يسد الفراغ. اما الريتروسبكتيف فولسيفيكيشن هو عنده حسب المود بتاعه بيبدا يالف ويخترع قصص، هو فعلا كان يعرف الاشخاص دي، بس بيبدا يزيف الشعور او الموقف اللي حصلت وقتها كانت ايه بحيث تناسب المود بتاعه. فده الفرق ما بين الاثنين، والاثنين بنسميهم بارامنيزيا اللي هو جزء معين حصل له تزييف او حصل له فبركة. تمام، بتمنى تكون كده وصلت. اخر حاجه خالص بقى اللي هي ديستورشن اوف ريكوجنيشن، دي حصل برضو ديستربنس وحاجات في الادراك، حاجه اسمها illusion اوف familiarity والإلوجن اوف انفاميلاريتي. بجد الجدع اللي يفتكر الإلوجن دي كانت موجوده فين، لسه قايلينها من شويه كده في الديسبشن، قلنا اللي هي الكورد وسنيك. تمام، برجع لها تاني بقى. الإلوجن اوف فاميلاريتي دايما بتحصل في حاجات ايه، اللي هو بيحصل موقف قدامنا او يتقال قدامنا حاجه. على فكره انا حاسه ان الموضوع ده حصل قدامي قبل كده، مع ان ممكن يبقى حصل لاول مره. انا بدخل مكان انا حاسه ان انا دخلته قبل كده، حاسه ان انا مش اول مره اسمع الكلام ده، حاسه ان انا مش اول مره قبلك الكلام ده يعني. ده بنقول عليه illusion of familiarity، يعني احساس ان انا experienced الحاجة دي مرة قبل كده، يعني كأني شفت الحاجة دي مرة قبل كده، كأن الاحداث بتتكرر، بيحصلها repetition قدامي. كان في فيديو قريب شفته بيقول من كتر ما يومه حاسس ان هو بيتكرر وكل يوم روتين او كده، بيقول حاسس ان بديجافو. فهي دي معنى illusion of familiarity، كأن كل حاجة حاسس ان الحاجة دي اتكررت مش اول مرة عاصرها، فدي كده بنسميها ديجافو، والاسم ده مهم يعني. عكسها بقى الالوجن اوف انفاميلاريتي، المفروض ان هي حاجه حصلت لكن انا بقول ان هي ما حصلتش، يعني انا قابلت بنت مثلا قالت لي ده انا كنت معاكي زمان وكنا اصحاب، او انا كلمتك امبارح، او الكلام ده كله وانا مش فاكراها. فهي حاجه فعلا بتبقى حصلت، ريل سيتويشن حصل لكن انا مش فاكراها، او عندي انفاميليار بالنسبه لي، دي بقى بنسميها جوميفو. جميل كده، يبقى حاجه انا بتخيل اللي هي حصلت لي قبل كده لكن هي ما حصلتش، دي جافو. اما حاجه حصلت لي وانا بقول ان هي ما حصلتش فبقول عليها جاميفو. تحس ان الكلام مكلكع او كتير، بس يعني لما تيجوا تكتبوه وتفسروا الكلام قدامكم هتلاقوا الدنيا بسيطه. دي اخر حاجه كنت حابه اقولها في المحاضره، حابين بس نقراها كمان مره من المايند ماب بحيث تبقى كده كل حاجه ست. قلنا الديستربنس اوف ميموري، وعرفنا اصلا الميموري دي بتبقى عباره عن ايه، انكودنج وستورنج وريتريفل انفورميشن. ثلاث حاجات، امنيزيا اللي هو نسيان لجزء من الباست اكسبيرينس او توتال، بارامنيزيا اللي هو بارت معين حصله تزييف او فبركه، اخر حاجه خالص ديس اوردر اوف ريكوجنيشن. اول حاجه امنيزيا قلنا اللي هو نسيان
ممكن تبقى حاجة سايكوجينيك بسبب حد عنده اضطراب قلق أو جزء من حياته كان بتبقى حاجة مزعلة جدا فمن كتر التفكير فيها نسيها، أو حاجة أورجانيك اللي هي قلنا التيكا بقى اللي هي فقدان تام مؤقت للذاكرة بسبب التيكا اللي هي سكيميك وكده. طيب بسبب حادثة هي ريتروجريد وأنتي جريد. ريتروجريد ريترو دي حاجة بتدل على الماضي فهو مش فاكر أي حاجة حصلت من قبل الحادثة، أما الأنتيروجريد هو مش فاكر حاجة بتحصل من بعد الحادثة وافتكره عربي غزل ونعود. طيب البارامنيزيا بقى اللي هو جزء معين حصل له تزييف أو حصل له فبركة. قلنا حصل له تزييف ازاي اللي هي retrospective falsification، يعني حاجة بتبقى فعلا أشخاص أو مواقف معينة أنا عارفاها في حياتي لكن على حسب مودي أنا بفسر. تمام. طيب الكونفابيليشن دي فبركة، في جابس معينة في شهر شهرين انا مش فاكرهم في حياتي مش فاكر حصل فيهم ايه، فببدا اسد الفراغات دي عن طريق ان انا افبرك والف انترو اكسبيرينس فيها بحيث ان انا مفكرش كتير. طيب ديس اوردر اوف ريكوجنيشن حاجتين فيهم الوجن، ونفتكر ان الوجن دي مش اول مره اقابلها. الوجن اوف فاميلاريتي ديجافو، انا رحت مكان حاسه ان انا رحته قبل كده لكن انا فعلا ما رحتوش. unfamiliarity اللي هو في حد كلمني وقال لي ان انا اعرفك او احنا اتكلمنا قبل كده وانا مش فاكره ان ده حصل، فده اسمه جاميبو او كيتش اسمها كده على فكره، جاميفو. ايوه جميل. يبقى ده كده بالنسبه لمحاضره السيمتوماتولوجي، قلنا 4 عناوين فيهم اللي هي الديسيربنس اللي بتحصل في الوعي او اللي هي كونشسنس، اللي بتحصل في الادراك بيرسبشن، اللي بتحصل في الذاكره ميموري، اللي بتحصل في المشاعر ايموشن. تمام. بصراحة الموضوع يعني بسيط بس بيبقى محتاج تكرار شوية الأول وهل تحسوا إن الموضوع كبير، لكن إن شاء الله يعني يبقى تمام كده ويبقى ثبت معاكم لو جزء كويس منه. آخر حاجة كنت حابة أقولها إن هو فيه هتلاقوا إن مشاعر كتير أو مصطلحات كتير من دي ممكن نبقى حسناهم من فترة من حياتنا أو حاجات فيهم بتبقى يعني جزء منها حصلت لنا أو كده، لكن مش ده معناه اللي هو تشخص نفسك بمرض نفسي معين او اي حاجة من دي او ان انت تشك في نفسك. لا، هي مجرد بس عارفين المتلازمة اللي هو لما نيجي نقرأ عن مرض معين او حاجة فنيجي نطبقها لنفسنا. تمام. الحاجات دي بتنتهي بانتهاء الموديول بتاعها اصلا، لكن الفكرة في الامراض النفسية او السيمتوم اللي احنا قريناها النهاردة دي لو دخلتوا نفسكم في الدوامة دي هتبقى ان هي مش حلوة، فحاولوا اللي هو تقروا الحاجات دي كأنها كيس قدامكم ومتفكروش في الحوارات دي كتير يعني. فاسألوا الله دايما ان هو يعافينا ويعافيكم، لان المرض النفسي زيه زي اي مرض اورجانيك مش هينفع ان احنا نشخصه ببوست على الفيس يقول يا جماعة دي 10 علامات بتدل على انك مريض نفسي او ان انت قريت اي حاجة من اللي احنا قريناه النهاردة فبتطبقه على نفسك فكده بتشخص نفسك بحاجة معينة. بلاش الكلام ده يعني، ونفوق لنفسنا كده. المهم ان يا رب تبقى الجزء ده كده عجبكم، بالتوفيق ان شاء الله يعني.